يسعد صباحك عفاف. يسعد صباحك يا سلمى. يسعد صباحك. تمام الحمد لله. صباح الخير لجميع المشاهدين من وين ما كنتوا عم تتابعونا. أكيد مشوارنا الصباحي بلش معكم بفقرات مميزة واستثنائية، وأولى فقراتنا رح تكون بمناسبة عيد الصحافة السورية. أكيد كل عام وكل صحفي بألف خير. مشوارنا الصباحي بلش معكم، ولكن بدي أرجع بلش معك يا سلمى. صباح الخير لك عفاف، وصباح الخير لكل صحفيين سوريا بهذا اليوم المميز. أكيد طبعا مشاهدين رح يكون معنا كمان ضيوف اختصاصيين بمجالات اجتماعية وطبية، وأيضا جولة بين المحافظات السورية، ولكن كل هالتفاصيل رح تعرفوها بعد ما نصبح عليكم بغنية. لازم يكون سلمى معنا مجموعة من المعلومات الجديدة والغريبة واللي ممكن يكون لأول مرة عم نسمع فيها. خلونا نتابع ضمن فقرة هل تعلم. الشائع بأنه الأشخاص يلي بيناموا كتير هن أشخاص كسولين، لكن هل تعلم بأنه النوم لساعات طويلة يعد دليل ومؤشر قوي على أنه الشخص عاطفي وسريع التأثر وذو حس طيب؟ وهل تعلم بأنه مضغ العلك الخالية من السكر بين الوجبات بتساعد على تخفيف أعراض الحموضة في المعدة؟ وهل تعلم بأنه استبدال السكر بالعسل عن تحلية المشروبات بيساهم بتقوية الجهاز المناعي وبكافح الجراثيم؟ كلنا منقوم بتبليل فرشاة الأسنان بالماء قبل وضع المعجون، لكن هل تعلم بأنه الفرشاة الجافة بتساهم بالتخلص من البلاك وبمعدل 67%؟ أخيراً هل تعلم بأنه تناول الشوكولا يومياً بمعدل قطعتين ممكن يمنع فقر الدم وبيحسن المزاج العام؟ يعني هي من اجمل المعلومات اللي سمعناها اليوم، تناول الشوكولا قطعتين بخفف من فقر الدم. هي اجت هيك مثل ما بيقولوا، اجتنا على الجاهز هي المعلومه. قد ايه بتحبي الحلويات بالعموم؟ انا كثير بحبها بس باخذ حذري منها بصراحه. اكيد هو لازم ما نزيد فيها. هلا رح نروح سوا لطبعا روزنامه التاريخ ونقلب ونعرف اهم الاحداث يلي سجلت حضورها بذاكره اليوم. تاريخ 15 آب شهد كتير من الأحداث. فقرة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1914 تم افتتاح قناة بنما للملاحة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادي. وبعام 1947 تم الإعلان عن استقلال الهند عن المملكة المتحدة. وبعام 2013 تم اكتشاف نوع جديد من الثدييات لأول مرة منذ 35 عام بينتمي لفصيلة الراكونيات. ومن الشخصيات اللي شهد تاريخ 15 آب على ولادتها عام 1936 الممثلة المصرية هدى سلطان، وبعام 1944 المغنية والممثلة اللبنانية هدى حداد. وتاريخ 15 آب شهد على وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1936 الأديبة الإيطالية غارسيا ديليدا الحاصلة على جائزة نوبل بالأدب عام 1926. وأولى فقراتنا سلمى خصصناها فقرة استثنائية بمناسبة عيد الصحافة. الحرية مسؤولية، شعار اتخذه الصحفيون خلال مسير عملهم ومسؤولياتهم أيضا، بدءا من الصحافة الورقية يلي كان إلى وقع خاص وصدى خاص أيضا عند قراء، وصولا إلى سنوات الحرب الإرهابية على سوريا، بحيث كان لقلم الصحفي وقع كالرصاصة بوجه العدو، وصولا إلى بر الأمان اللي عم ننعم فيه اليوم. وكتير كتير من الأدوار ما زالت بتنتظر كل صحفي وكل صاحب قلم وكلمة أيضا.
أكيد عفاف. وبمناسبة عيد الصحافة السورية يلي بيصادف مثل اليوم وهو 15 آب كل عام بيكون لنا محطة خاصة نضيف فيها ونسلط الضوء على الصحافة السورية، أين أصبحت، ما هي المعوقات والتحديات أمام الصحفي السوري اليوم وغيرها من التفاصيل اللي رح نناقشها اليوم ضمن فقرتنا الخاصة. وبصرنا نرحب بضيفنا اليوم أمين سر اتحاد الصحفيين في سوريا الأستاذ يونس خلف. صباح الخير أستاذ يونس، كل عام وأنت بخير، ونحن والصحفيين بسوريا كلهم بألف خير. صباح الخير لكم ولكل الزملاء في الأخبارية ولكل الزملاء الصحفيين في سوريا. صباح الخير. صباح الخير أستاذ يونس. خلينا بالبداية نبدأ بهذا اليوم 15 آب يلي هو عيد الصحافة السورية، خلينا نحكي عن أهمية هيك يوم عند الصحافي وشو بيحمل كمان من معاني. نعم، الحقيقة أولا مرة ثانية كل عام وكل الزملاء الصحفيين في سوريا بخير بمناسبة عيد الصحافة كمان. واليوم هو العيد الذهبي، مرور 50 عاما على تأسيس اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية. وبهذه المناسبة يعني لابد من توجيه التحية والإجلال لشهداء الإعلام من الإخبارية ومن كل وسائل الإعلام السورية الذين وقفوا جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري وكانوا في خندق واحد لمواجهة الحرب العدوانية الظالمة على سوريا. أيضا تحية لكل الزملاء الصحفيين في عيدهم وهم مستمرون في عملهم، وكما تعلمون الحروب التي يخوضها الصحفي لا تقتصر على محاربة الإرهاب وعلى مواجهة الإمبراطوريات الإعلام التي تستهدف سوريا، وإنما هناك حروب كثيرة يخوضها الصحفي، ومنها محاربة الفساد، ومنها أن يكون الصحفي هو نبض المواطن ينقل صوته وصورته إلى المعنيين فيما يتعلق بالشؤون الداخلية. طبعا بالنسبة لعيد الصحافة تقرر أن يكون عيد الصحافة والصحفيين في سوريا في 15 من آب في كل عام، عندما عقد المؤتمر العام الرابع لاتحاد الصحفيين في 15 آب عام 2006. آنذاك حضر، رأى هذا المؤتمر وحضره السيد الرئيس بشار الأسد، وتزامن حضوره لهذا المؤتمر مع انتصارات المقاومة في جنوب لبنان، فترك هذا الحضور أثرا وأكد مكانة مهنة الصحافة والصحفيين، فاعتمد هذا التاريخ عيدا للصحفيين. واليوم في العيد الذهبي بعد مرور 50 عام على تأسيس اتحاد الصحفيين السوريين، أيضا كما تعلمون في الاحتفال الذي أقيم في مكتبة الأسد وتم تكريم كوكبة من الزملاء المتقاعدين من الرواد تقديرا لجهودهم وخبراتهم وما قدموه خلال عمرهم المهني، وإن شاء الله سيكون هذا التكريم مستمرا طيلة هذا العام كي يشمل كل المتقاعدين الرواد. أكيد لفتة مهمة جدا قام فيها اتحاد الصحفيين بتكريم رواد الصحافة بسوريا. خلينا كمان نتحدث اليوم عن دور الصحافة وبالأخص نخص الصحافة المكتوبة وأثرها ودورها خلال سنوات طويلة من العمل في سوريا. نعم، هو حقيقة بالنسبة للصحف السوري يعني لم يكن يوما إلا مع قضايا وطنه وقريبا من المواطن، وكما قلنا المعارك التي يخوضها معارك متعددة ومختلفة الأشكال، وكل هذه المعارك محفوفة بالمخاطر سواء الحروب أو الاستهداف الشخصي للصحفيين، وهذا ما تجلى في الحرب العدوانية على سوريا، وحتى في الحرب ضد الفساد هناك يعني الأمر محفوف بالمخاطر. ولذلك نحن يعني بالنسبة لدور الصحفي كما تفضلتي، نحن في الاتحاد يعني السعي الدائم والهاجس هو أن تتوفر البيئة التشريعية والقانونية للصحفي كي تحميه من هذه المخاطر. الصحفي السوري كان له دور كبير سواء قبل سنوات الحرب، خلال سنوات الحرب، والآن دوره توعوي، دوره تثقيف، دوره
الإسهام في تمثيل الوحدة الوطنية دوره أن يكون قريب، وكما قال السيد الرئيس جسر بين المواطن والمسؤول، وينقل ويجسد نبض المواطن. وهناك خبرات أعلامية سورية كما يعلم الجميع هي التي أسست كثير من وسائل الإعلام والصحف والقنوات العربية. كثير من الخبرات الإعلامية اليوم هي التي تقود العمل الإعلامي في كثير من الأماكن. طبعا القاعدة الذهبية والبوصلة التي يعمل بها الصحفي السوري هي المصلحة العامة، هي أن يكون الهدف الأساسي، وعندما يكتب، عندما يسلط الضوء على قضية معينة يسلط الضوء عليها كي تتوضح وكي تلقى طريقها إلى المعالجة. وبالتالي الهدف الأساسي هو البناء وليس الهدم، هو الإضاءة وليس الحرق. هذه هي كلمة وكاميرا وقلم الصحفي السوري. الحقيقة يعني كما نعلم جميعا الصحفي السوري اليوم يعاني من، وربما سأتحدث في سياق هذا اللقاء القصير في مسألة التحديات التي واجهها الصحفي السوري، لكن الصحفي السوري خلال سنوات الحرب ورغم كل هذا الاستهداف ورغم المعاناة ورغم الظروف المعيشية للصحفي السوري كما هي للمواطن السوري، لكن الصحفي السوري يعاني أكثر، لأن الصحفي السوري لا يستطيع أن يعمل إلا في الصحافة. ربما أي مواطن يستطيع أن يعمل في مجالات أخرى كي يسهم في أو يعمل على تحسين وضعه المعيشي. لذلك هاجسنا وطلبنا وسعينا دائما في الاتحاد أن يتم تحسين وضع الصحفي السوري. أستاذ يونس، قبل ما ننتقل مع حضرتك للتحديات والصعوبات اللي أكيد واجهها كل صحفي وكل صاحب قلم وكلمة، اليوم عم نشوف في غياب للصحافة الورقية أثر يمكن على أصحاب القلم، على القراء يلي بيصحوا دائما متعودين، كنا نشوف الجرائد جريدة البعث والثورة ومتعودين نحن على الصحافة الورقية، نعم. نشوف الأخبار المتداولة عن طريق الورق. اليوم كيف أثر غياب الصحافة على القراء وبين الناس؟ نعم، الحقيقة هو يعني كما تفضلتي وسألتي، كل صحفي اليوم هناك حنين إلى الصحافة الورقية، ورغم غيابها نحن عندنا قناعة أن الصحافة الورقية حية لا تموت. تمام. لأن الصحافة الورقية يعني تتوفر فيها الكثير من السمات من حيث التأثير. يعني الصحافة الورقية هي التي قادرة على أن تقود الرأي العام أكثر من غيرها، متوازنة، الكلمة المكتوبة تختلف. غابت الصحافة الورقية لظروف معينة، يعني ربما عزل بعض الأمر إلى كورونا وإلى الظروف الاقتصادية وإلى آخره، لكن الحقيقة أن هناك ثمة أسباب أخرى ربما تجاوزت هذا المبرر، وهي ثورة التكنولوجيا التي سيطرت على العالم كله والتي خلقت هذه الفوضى. ولا يمكن في قناعتنا أن يضعف دور الصحافة الورقية مهما تطورت هذه التكنولوجيا، لذلك دائما يحكمنا الحنين إلى هذه الصحافة الورقية، شكلها، رائحتها، ملمسها. يعني ما أجمل أن يأتي الصحفي إلى مكتبه كل يوم ويرى مع فنجان القهوة، يرى هذه الصحف على طاولته. لازلنا لا ننسى هذه، أكيد أكيد، لكل محبين الذكريات الجميلة، هي متوافقة أعتقد مع الطبيعة البشرية والإنسانية أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي. إضافة إلى الميزات الأخرى، يعني هي بالنسبة للصحافة الورقية وثيقة لا تندثر. يعني نحن طيلة عمرنا الإعلامي كنا حتى المقالات التي نكتبها نقص المقالة ونؤرشفها في سجل خاص، ولا زال بعض ما يحتفظ بهذا السجل. هذا الورق الجريدة تحول الآن إلى اللون الأصفر، ولا زلنا نحتفظ به ونشم رائحته. الحنين إلى الصحافة الورقية لا ينتهي، لأنها يعني الحقيقة منذ أن توقفنا عن قراءة الصحف حتى الثقافة
ثقافة المواطن، ثقافة الصحافة انخفض منسوبة إلى حد كبير. فلذلك هذه هي بعض سمات الصحافة الورقية، ودائما الحنين موجود لها باستمرار. أكيد، ولكن اليوم يعني ما زالت تحافظ على جزء من دورها الصحافة عندما تحولت إلى الصحافة الإلكترونية. هناك عدد من جرائدنا وصحفنا موجودة إلكترونيا، إضافة إلى الصحف الخاصة أيضا التي تصدر بطريقة إلكترونية لتعوض طبعا غيابها على الساحة ورقيا، ولها دور كبير اليوم تنافس العديد من وسائل الإعلام بتحقيقاتها وبمتابعاتها، حتى أنه أصبح جزء من عملها أيضا يتناول الجزء البصري من خلال التحقيقات المصورة التي تفردها هذه الصحف أو الجرائد. أهمية هذا الدور اليوم الذي تحاول أن تحافظ به وتنافس أيضا وسائل الإعلام الأخرى. يعني هو الحقيقة معك حق كما تفضلتي، يعني صحيح أن هناك مزايا وسمات للصحافة الورقية، ولكن لا يعني أن الصحافة الإلكترونية سيئة أو غير مطلوبة، لا، نحن بالعكس فرضت وجودها. نحن مطلوب منا أن نواكب العصر وأن نوظف هذه التكنولوجيا أيضا بالشكل الأمثل، لا سيما أن الوسائل الإعلامية الجديدة عموما يعني هي التي أصبحت يعني تختزل الوقت والسرعة في نشر الخبر، يعني لها ميزات كثيرة. اليوم الوسائل الإعلام الإلكترونية تنقل الحدث لحظة بلحظة، يمكن تعديل على الخبر أو في أي لحظة، تخلق حالة من التفاعل مع المتابعين، تحقق تواصل، لذلك تمكنت من أن تكون لديها هناك عوامل جذب كثيرة وتقود الرأي العام للأسف، يعني هي التي تستطيع أن تؤثر بالمواطن. ولكن أي شكل من التأثير نريد، يعني هذا الغزو يعني جعل السمة العامة لهذا التأثير هي سلبية، تخلق الفوضى، تخترق التقاليد والعادات والقيم والأخلاق، حتى ضمن الأسرة الواحدة. لكن أيضا هناك سلبيات كثيرة، يعني هناك تهويل، هناك نشر أخبار كاذبة، هناك عدم نشر الخبر الحقيقي ولا نعرف مصدر هذا الخبر. صحيح. أي مشترك أو أي مواطن له حساب أصبح يصنع الخبر وأصبح ينشر وأصبح يصور وأصبح مراسل، وبالتالي حصلت هذه الفوضى. فلم نحن هنا يعني الآن لم نعرف يعني من هو الصحفي الحقيقي ومن هو المراسل ومن هو المسموح له بالنشر والكتابة. هذه الفوضى لها تداعياتها ولها انعكاساتها السلبية على المجتمع وعلى القيم وعلى تقديم المعلومة ونقل الواقع على حقيقته. ومن هو المصدر الموثوق يعني بالتالي؟ اليوم أستاذ يونس كمان خلينا ما ننسى نذكر أو نتذكر اليوم دور الصحفي الأساسي، يعني فوق لسه دوره وتضحياته وتعبه، أكيد في تحديات وصعوبات هو بيواجهها، ولكن اليوم يمكن الوضع الاقتصادي بيتصدر المشهد عند كل صحفي وأي حدا عامل بمجال الصحافة، بيكون الوضع الاقتصادي في عنده مطالب، في عنده أشياء بده يحصل عليها لحتى يتطور من أدائه أكثر. نعم، الحقيقة مطالب الصحفيين كثيرة يعني كما تعلم، وأنا أريد أن أبدأ من العام، ليست مطالب أو الأمور المطلبية التي تتعلق بمستوى المعيشة وتطيب وتأمين المستلزمات الأساسية. اليوم أنا أعتقد أن القضية الجوهرية الأساسية هي كيف ننظر إلى دور الصحفي في سوريا، من حيث الدور، من حيث التأثير، من حيث الفعالية، كيف ننظر إلى الإعلام، إلى الإعلاميين، ماذا نريد منهم وماذا يجب أن نوفر لهم. هذه النظرة يعني مفقودة. لماذا؟ لأن النظر إلى الإعلامي اليوم أنه موظف، أنه موظف لدى الحكومة، وبالتالي صحفي وموظف هذا يعني لا يمكن أن يتيح للصحفي أن يقوم بدوره بشكل كامل وبشكل مؤثر. فيجب أن نخرج من هذه الدائرة الضيقة، ولا يكون الصحفي عبارة عن موظف مطلوب منه أن يكتب أو أن ينقل ما تريده الجهات المعنية أو السلطة للمواطن. لا،
دوره أكبر وأعمق وأكثر تأثيرا. لذلك الصحفي السوري اليوم يفني كل عمره لحظة بلحظة على مدار الساعة كل يوم، مهمته أن ينقل، أن يكون قريب من الناس، أن يكون نبض الناس، أن ينقل الحدث، أن ينقل شؤون وشجون الناس. ولكن ما هو المقابل؟ هو راتب موظف مثل أي موظف. حتى طبيعة العمل لم نصل حتى الآن إلى أن يتم اعتبار هذه الطبيعة لها خصوصية استثنائية. صحيح. طبيعة عمل الصحفي تختلف عن طبيعة عمل الموظف. الصحفي لا يداوم من الساعة 8 حتى 2 أو 3 وينتهي، 24 ساعة هو مداوم، وعندما يسمع بخبر معين سواء كلف أو لم يكلف هو ببادر، هو يتسابق مع الزمن كي يواكب هذا الخبر. لذلك المشكلة الأساسية هي الموقف من الإعلام. أكيد نتمنى أستاذ يونس نحن وأنت والجميع أكيد أن يصل الصحفي السوري في النهاية إلى تقدير الجيد اللي هو يستحقه، أن كان ماديا وأن كان معنويا. شكرا لك لوجودك، كل عام وأنت بخير مرة ثانية. شكرا لكم، كل عام وأنت بخير، ومرة ثانية كل الزملاء الصحفيين في سوريا في هذا اليوم الذين يحتفلون الآن في كل المحافظات بعيدهم، كل عام وأنتم بخير. أكيد شكرا لحضورك أستاذ يونس خلف، أمين السر العام لاتحاد الصحفيين في سوريا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شكرا، كل عام وأنتم بخير. شكرا لك. رح نروح يا عفاف لفقرة اجتماعية مهمة، عن شو رح نحكي اليوم؟ طبعا سلمى الفقرة جدا حلوة اليوم، أكيد كل حدا الصبح لما بيصحى ما بتعرفي كم قرار ممكن صحيح. يتخذ أو يفكر أنه هو بده يتخذهم. كتير من الأشخاص أول ما يصحوا الصباح أو قبل يمكن ما ينطلقوا على عملهم بيفكروا بعدة قرارات بدهم ياخدوها وبيترددوا، وأكيد بيختاروا أو بيحتاروا بين خيارين وبالآخر ما بيختاروا شيء، لأنه التردد هو بيكون سيد الموقف. والحذر، أكيد الحذر والتردد مطلوب ببعض الخيارات اللي بتكون مصيرية، ولكن في أوقات لازم نكون حاسمين أكثر ونتخذ قرارات صارمة. صحيح عفاف، بلشتي وقلتي انه كلياتنا الصبح مجرد ما بنقوم من النوم ناخذ قرار. تمام. مجرد انه فقنا رحنا لمكان معين، هذه قرارات بسيطه. تمام. ما بنفكر فيها كثير ولا بنعطيها هي الاهميه، ولكن الحقيقه اي تصرف بنعمله هو بالنهايه اتخاذ قرار، شو بدنا نساوي شو بدنا نعمل. بيختلف القرار لما بيكون بأمورنا الخاصة وأمورنا المهمة، ممكن نتردد، وهون بيكون المشكلة، هل التردد هون مسموح أو لا، هل هو إيجابي أو سلبي، أيمت بيكون ترددنا عند الحد المقبول وأيمت بيكون تخطى الحدود المقبولة وأصبح بيأثر على حياتنا وعلى قراراتنا. كل هاي التفاصيل وغيرها من الأسئلة رح طبعا نسألها على ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة رهف تسابحجي، استشارية أسرية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير يا هلا. صباح الخير استاذة رهف، اهلا وسهلا فيكي. يعني عم نحكي شيء طبيعي ممكن يصير معنا كلنا نحن كبشر، انه نتخذ قرارات، نعمل شوي منا شوي الثاني نتردد فيه او نخاف انه نتخذه، ولكن في قرارات اوقات تكون هامة ومصيرية ولا أثر على مستقبلنا، هون كمان بنقع بفخ التردد والحذر الزايد. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. طيب خلينا نحكي بداية أنه ليش بصير عند الإنسان التردد أو شو الأسباب. هلأ في عنا سببين أساسيين، يعني هن تكوين الشخصية، وتاني شيء هي منظومة التربية. فلما في بعض الأشخاص هن بطبيعتهم هيك بيجوا بالولادة بيجوا معهم حالة من الخوف، حالة من التردد، تلاقي وقت ما بيكون صغير بياكل هم، يعني وقت ما بده مثلا نوقف يمشي أول خطوة بيضل قاعد متخوف آكل هم. في أشخاص لا، هن اندفاعيين وبيمشوا ما عندهم مشكلة، بتلاقيهم عم يخوضوا المخاطر حتى من لاقيهم. فالتردد ببلش من أول مراحل عمرية. فلما الأهل إما بتعزز هذا الموضوع أو بتغيره وبتعدله بنمط شخصيته، فهذا الشيء يلي بيأثر بعدين بسلوكه بالمستقبل. فلذلك مهم جدا انه من وقت ما بيكون الشخص او الولد او الطفل صغير ينتبهوا الاهل لهذا الموضوع. طيب خلينا نحكي على بعض الشغلات اللي هي بتصير مع الطفل ببداية حياته وهي اللي بتأثر عليه. مثلا الولد بيكون عار اغراضه لحدا من رفقاته، فبيرجع على البيت ياكل بهدله. ليش؟ لانه هو ما اخذ برأي مثلا امه او اهله بهذا الموضوع، فهذا الشيء خلاه انه هو لما اكل الخناقه
فخلى انه انا معناتها ما لازم اتخذ اي قرار ولا وحتى اذا كان بسيط لانه رح اكل خناقه بالنهايه، فبلش اخر شيء خلص ما بيعرف يساوي ولا شيء. فاي فكره اي قرار بده يتخذه اي مشكله عنده دائما بيرجع ل مرجع تمام، اما اهله بيكونوا او اوقات رفقاته. هلا كمان في عندنا مشكله انه هذا الشخص المتردد بتلاقيه يعني ممكن يكون حتى بابسط الامور بتلاقيه يعني متردد تبع وين بتحب تروح ما بعرف، طب تروح لهون ما بعرف، طب جعل بالك هيك كمان ما بعرف، تلاقيه عنده حاله من اللخبطه، لخبطه بالمشاعر، لخبطه بالتفكير، عنده حاله من الخوف. اكثر سبب بيخلي الشخص انه هو يكون متردد هو حاله الخوف، الخوف من المستقبل. اذا انا اخذت هذا القرار شو حيصير؟ هل حيكون قرار صائب ولا حيكون قرار خاطئ رح اندم عليه طول حياتي؟ اكيد. بس استاذة رهف كمان خلينا ما نغفل شوي دور التربيه والتنشئه بهذا الموضوع، يعني حكينا سابقا بفقرات عن الاطفال وقديش ممكن بعض سلوكياتهم بتتاثر هن كيف بينشأوا، اذا انا بعطيه المبادره بخليه يفكر بالمسؤوليه، يفكر يسال ياخذ قرار، اكيد هذا الشيء بيختلف. صحيح. يعني اليوم لو حسيت انه طفلي شوي متردد انا بقدر شجعه بعطيه ثقه بنفسه، فقد ايه مهم ايضا بهذا الموضوع دور التربيه. لما الاهل تبلش تربي الولد على اساس انه هو يبلش يتخذ قرارات لو بشغلات بسيطه، يعني على مبدا شو يلبس، اوكي انت اختار او اعطيه خيارين هو يختار منه، فهذا الشيء بخليه يبلش يبني شخصيه صحيحه بعيده عن التردد، ببلش بيتخذ قرار. لما ببلش تعطيه خيارات مثلا امه بتقول له اوكي القرار عندك انت روح ساوي اعمل، فهذا الشيء بخليه يكون شخص انه هو يبلش انه يعرف كيف يتخذ القرار الصحيح. اوقات لما يتخذ قرار خاطئ، وخاصه خلونا ندرب اولادنا وقت ما بكونوا صغار يخطئوا، لما بيخطئ هذا الشيء بخليه يتعلم، دائما الانسان بيتعلم من اخطائه، فيخطئ لما يكون صغير لانه بتكون الاخطاء بسيطه احسن ما يخبصها لما يكبر. فلذلك كثير مهم انه الشخص او الاهل دائما يربوا اولادهم على اساس انه كيف انت تعرف تحل مشاكلك بطريقه صحيحه. طبعا في اليات، لذلك دائما دائما انا بقول الاهل لازم يتعلموا قبل ما يجيبوا اولاد، هذا الشيء دائما بخليهم انه هن يكونوا لما يربوا اولادهم بطريقه صحيحه، بيتعلموا بالاولاد. تمام هذا اللي عم بيصير حاليا. صحيح وهي المشكله انه هن لما بيتعلموا بالولد بيقولك ايه حاجه بقى شو التربيه، والله التربيه شغلتها يعني والله سهلة. مو سهله ايه، بس هي يعني اوقات فكروها شغلتها سهلة، لكن لما بفوتوا المعركة وإمتى بيكتشفوا هدول الأخطاء؟ لما الولد مثلا بصير بفترة المراهقة، لما بصير مثلا بكالوريا بالجامعة. هلأ كتير مثلا من الطلاب بطريقة أنه شو الاختصاص يلي هن لازم يختاروه بشكل صح. لذلك كل إنسان وكل شاب بحس حاله عنده تردد لازم يعرف أنا من شو متردد بالضبط، ليش متردد، وشو الإجراءات اللي لازم قوم فيها لحتى اتخلص من حالة التردد. هذا اللي بدنا نعرفه منك استاذة رهف. اليوم لما انا بده يكون عندي قرار مصيري ورح يأثر على مستقبلي لقدام، انا كيف اذا انا بحالة توتر وقلق دائم، واذا بدنا نقول في اشخاص بتسميه حذر، انه الحذر واجب واللي بيحذر بيسلم ومن هذا الحكي. صحيح. طب انا على المحك ولازم اختار هلا هذا القرار المصيري، كيف ممكن انا اتعامل مع التردد او الخوف يلي موجود؟ هلا في اشخاص بتحب تاخذ قراراتها بشكل شخصي وخلص انا ما بدي حدا وما دخلني بحدا، طبعا كمان هي غير صحيحه لانه اوقات كثير ممكن يكون في جوانب اخرى ما يكون شايفها. لذلك كمان الانسان لازم يستشير، يشوف، ياخذ، يقرا، يتثقف، يعرف اكثر عن هذا الموضوع. لنفترض هلا بده ياخذ اختصاص الجامعي تبعه، كثير مهم انه يقرا عنه، يعرف تفاصيله، يعرف انه شو الشغل يلي بده اياه، ليش انا بدي اتخذ هذا القرار، شو الشغلات اللي هي بتناسب شخصيتي. ممكن يروح يعمل استشاره، يعمل دوره بهذا الموضوع، فيحط ورقه وقلم. الورقه والقلم كثير بتساعد انه احنا نكتب شو هي نقاط القوه اللي عندي، شو هي نقاط الضعف، شو عندي الفرص، شو في عندي تحديات، شو نمط الشخصيه تبعي، شو الشيء اللي بيناسبني.
هل هذا الموضوع أو هل هذا القرار حيكون مناسب بالنسبة لي؟ صحيح، لما يحدد مدة زمنية له كمان؟ طبعاً طبعاً، لما كمان بيترك فترة زمنية طويلة، لذلك الإنسان دائماً بيقول خلص معي وقت يلا بعدين، وبلش بتهرب. طبعاً. الإنسان المتردد بيحاول يتهرب من تحمل المسؤولية، لذلك بيحط أوقات لما ما بيتخذ القرار بيخلي غيره يتخذه كرمال إذا هو ما طلع صح، فبيحط الحق على غيره. هلا كثير من الناس عندها المثالية وحب الكمال، وهيدا الشيء بخليهم دائما يكون عندهم خوف وتردد انه هن ما يقوموا بهذا الشيء. بركي ما طلع ظابط، بركي ما طلع منيح، بركي ما طلع بيرفكت، بركي العالم حكي العالم، اهم شيء حكي العالم. في ناس كثير بتخاف من راي العالم، شو بده يقول العالم عني؟ معقول يعني انا اذا اخذت هذا القرار رح يحكوا عني كذا وكذا وكذا وكذا؟ ولا، وهي الحاله بنسمعها بابسط الامور. صحيح. يعني اذا اثنين تخانقوا وما بيهم يحلوا المشكله، بس بيهم صوتهم ما يوصل لبرا والناس تسمعهم انه هن عم يتخانقوا، بس مو المهم شلون بدهم يحلوا المشكله اللي هن فيها. صحيح. الخوف من النظره، نظرة الآخر إلي، يمكن بتخلينا بوقت من الأوقات نتصرف ناخد قرارات بنظلم فيها نفسنا. مزبوط. ما بنعرف إيمت لازم نقول لا وعلى شو لازم نقول ايه، وبالتالي بنحس بنوصل بفتره معينه ان احنا مستهلكين. صحيح. عم نقدم كل شيء الاخر بده اياه بغض النظر اذا كنا نحن عندنا هي المقدره او ما عندنا اياها. لهيك شو هي الاليات اللي بتنصحي فيها اليوم الاشخاص اللي ممكن يتدربوا على اليه صنع القرار بحياتهم؟ هلا لما يفوتوا بمشكله يحاولوا يطلعوا منها ويشوفوها من برا، هي أول نقطة. لأنه الإنسان قد إيه صعبة، بس هي طبعاً بس كان لكن بالتدريب ممكن الإنسان يقوم بهذا الشيء، إنه هو يحمل حاله يطلع لبرا، تمام، يشوف المشكلة من برا، يعتبر حاله مثل يحط حاله مكان الاستشاري، إنه يحاول. أوقات كثير الإنسان بيحسن ينصح غيره وبيعطيهم أفكار، لكن لما بتجي لحاله ولحياته الشخصية بتلاقيه خبص الدنيا. لما يطلع لبرا فبيتجرد شوي من المشاعر، من الاتحاد بالمشكلة، فبلش بقى بيشوفها من منظور آخر. بعدين يحط كل الخيارات المتاحة قدامه، ويحط كل خيار انه هو شو في عنده الشغلات الإيجابية والشغلات السلبية، ويشوف هل أنا القدرات تبعي، هل أنا الشيء اللي أنا بدي إياه، الرغبات تبعي تناسب هذا القرار أو هذا. هلأ أوقات لما بيكون في خيارات كثيرة كمان الإنسان بيضيع، لذلك مثلا إذا عنده عدة خيارات لذلك يعمل لهم مثلا يزغرهم يقلصهم، كل ما قلص الخيارات بيصير أنه الإنسان بيحسن يختار ويتخذ القرار بشكل أسرع وبشكل أفضل. ثالث شيء أنه الإنسان لما بيكون مثلا عنده ثلاث خيارات كمان يحط كل واحد، ممكن كمان يستشير هون، لكن كمان بده يستشير يعرف مين يستشير، مو يروح يستشير الدنيا كلها، او يكتب على الفيس مثلا. اكثر شغله اوقات في ناس تاخذ افكارها وقراراتها من ناس على الفيس، معقول؟ يعني منفوت على جروبات بنلاقي كل وحده بتحط مشكلتها وخلي الناس بتلاقي آلاف آلاف التعليقات السلبية يلي ممكن تخرب لحياتها. صحيح. الإنسان بده يعرف مين يساعده باتخاذ القرار، مين الشخص المناسب. لذلك لما الشخص بحس حاله في عنده قرار بده يتخذه ممكن يلجأ لاستشاري، هذا الاستشاري بحط حسب تحليل شخصيته للمستفيد وبلش بقى بيساعده وبيحط معه عدة نقاط بالورقة والقلم، ما في شيء هيك بشكل عشوائي. ارتباط. تمام. الإنسان لما بيشتغل بشكل عشوائي بآخر شيء بيحصل على نتائج بتكون غير مرضية بالنسبة له، أما لما بيكون منظم عم يشتغل بشكل صح بشكل دقيق فأكيد بالنهاية حياخد القرار يلي بيكون مناسب له وحيكون سعيد فيه دائما. طيب أستاذة شو رأيك بالأشخاص يلي بياخدوا قراراتهم على نتيجة لأحساسهم، أنه كل المعطيات أنا قدامي بتقول أنه أنا صح والنتائج صح وكل شيء صح، أنا إذا اتخذته بهذا القرار رح يصير كل أموري تمام وما في شيء بيخوف أساساً أو بيستدعي التردد، ولكن أنا حاسة إنه في شيء غلط، أنا حاسة إنه ما لازم يصير هيك، وممكن بعد فترة يكتشف إنه هذا الشيء صح وممكن يكتشف العكس. شو رأيك بهذيك الأشخاص؟ هلا في أشخاص هي نمط شخصيتها إنه هي حساسة، عندها درجة الإحساس عالي ودائما تتبع الحدس تبعها. في ناس لا، تأخذ حسب الأدلة والبراهين اللي بتلاقيها. لذلك مهم جدا إنه يكون إنسان عنده حالة من التوازن، إنه أوقات
في بعض الأحيان لازم يعني الإحساس تبعنا ممكن يزبط وله أثر طبعاً، وكمان الأدلة والبراهين هي أساس، لذلك الإنسان لازم يكون عنده حالة من الاتزان بهذا الموضوع، يشوف أنه أوكي أنا شو الشيء اللي بين إيدي، تمام؟ هل بحسن ابني عليهم؟ وبعدين بقى ببلش بشوف شو المشاعر يلي أنا عم حس فيها، شو الحدس تبعي بيقلي، وأوقات ممكن مثل ما حكينا أنه استشير حدا يكون موثوق. بس في نقطة كتير مهمة، إنه في أشخاص من كثر التردد اللي عندها دوم عن جد آخر شيء بتأخذ قرار تخبص الدنيا، يعني هون بقى كارثة. بتلاقيه فجأة أخذ قرار، فجأة رد أخذ قرار تاني، فجأة وكلهم بيضربوا ببعض، وآخر شيء بيأثروا على حياته، إن كان بالعمل وإن كان بالدراسة وإن كان بحياته الشخصية وإن كان بحياته العائلية، وهون بقى بتبلش الكوارث. طيب بما أنه حكيتي أنه في كتير أشخاص بيميلوا للاستشاريين وفي أشخاص بيميلوا أنه هن ما ياخدوا، خلينا نحكي عن مشكلة هي موجودة اليوم، بعض القرارات المرتبطة بالشخص بالتنشئة. يعني السيدات بعضهم بيقولوا زوجي ما بياخد قرار إلا لما ياخد رأي أهله أو والدته بالذات أو أخته، على حسب مين المقرب منه من العائلة، وهذا الشيء ممكن يعمل ردود فعل سلبية. صحيح. بغض النظر إن كان الرأي صحيح أو خاطئ، بس بتعمل عند الطرف الآخر ردة فعل سلبية، إنه هذا ابن أمه مثل ما بيسموه، ما بياخد قرار. صحيح. بحياته حتى حدا يقله شو يعمل أو يتدخل فيه. كمان بعض الأحيان أن وجود طرف آخر عم يتخذ معك القرار ممكن يأثر سلبياً على علاقتك بالأشخاص، حتى لو كان قرارك إيجابي مو سلبي. قد ايه بتتفقي مع هالوجهة النظر؟ هلأ الإنسان وخاصة الرجل لازم يتعلم كيف يتخذ قراراته، لذلك مثل ما حكينا أنه الأهل لازم يعلموه أنه أنت الأم تبعد شوي، ما تضل دائماً هي حلالت المشاكل وهو لازم يساوي كل شيء من تحت أمره، هي لازم تكون تبع انا الاستشاري، بتستشيرني بعطيك فكره بس انت عندك الخيار بالنهايه. صحيح. ولما كمان الشاب يكبر يبلش يعرف انه كيف ياخذ براي اهله، تمام، لكن هو يعرف يشوف انه الانسب له، بدون ما كل شوي والثانيه لا عمل هيك لا هيك لا هيك، وتلاقيه صار ضايع بين مرته واهله وبين بقى بتنخبص حياته. مهم جدا انه يفكر ويختار بطريقة صحيحة وبطريقة مناسبة تكون يعني تعطيه الحالة المريحة بالنسبة له وبالنسبة لعائلته. هذا الشيء دائماً بيساعده أنه أنت دائماً تشتغل بشكل صح وتتخذ قرارك بشكل صح. لذلك بتمنى من كل أم وأب يتعلموا كيف شو يعني اتخاذ القرار، وكيف يربوا أولادهم على اتخاذ القرارات الصحيحة بحياتهم. نعم. أكيد بدنا نتمنى هيك من كل الأشخاص المترددين. هو التردد مثل ما حكينا ممكن يكون لازم يكون موجود ببعض المواقف ولازم الحذر، بس لما يزيد عن حده هون بصير لمشكلة لازم نحلها. شكرا لك أستاذة رهف، أهلا وسهلا فيك. شكرا لوجودك، ونتمنى يكون هيك عطينا شوية مساهمة اليوم للبعض باتخاذ القرار بحياتهم. شكرا لك، أهلا وسهلا. أما هالعفاف رح ننتقل للاللاذقية، وانطلقت عروض موسيقية وغنائية ضمن فعاليات إحياء يوم الشباب العالمي التي تقيمها جمعية مميزون بمشاركة مع المجتمع الأهلي، والتفاصيل بالتقرير التالي. ورش عمل وعروض موسيقية وغنائية ضمن فعاليات إحياء يوم الشباب العالمي تقيمها جمعية مميزون بمشاركة من المجتمع الأهلي في حديقة العروبة باللاذقية. هيدي الفعالية كانت عبارة عن أنه نحن نكون عم نضوي على أهدافنا المشتركة بتدريب وتأهيل الشباب، وكيف نحن قادرين نكون عم بنطورهم ونخليهم يوصلوا للي هن بدهم اياه بأقل إمكانيات. تم افتتاح المعسكر العمل المستقل في محافظة اللاذقية، طبعا هذا يستهدف شريحة الشباب اللي هن بنعتبروا نحن هن الأمل في المستقبل وهن العماد في المستقبل. طبعا المحافظة بشكل عام ترعى الأنشطة التي تهم الشباب، لا سيما أن هدف المحافظة هو
تمكين الشباب لأن يكون قادر وفاعل في المستقبل. نحن كجمعية رعاية المكفوفين واللي نحن عنا يعني شريحة من الشباب اللي هن جامعيين وغيرهم بيمتلكوا حرف متعددة، فأكيد مشاركتنا اليوم بهذا الموضوع لحتى نضوي على جمعيتنا، جمعية رعاية المكفوفين الوحيدة بالمحافظة، ونحن ندعم هيك مبادرات لنحن دائما نكون مشاركين بأي فعالية هي بتنعكس إيجابا على الشباب اللي موجودين بجمعيتنا. نحن اليوم كشباب بحاجة أنه نحن ندخل على سوق العمل بطريقة أنه تأملنا كسب مشروع وتخلينا ناخد خبرتنا وناخد تطور المعيشي أو تطور الاقتصادي، تخلينا ندخل بمشروعات أو بمجالات بتأمن لنا تنمية وتطور. أفكار وطروحات تؤكد أهمية دعم الشباب وصقل مهاراتهم للدخول في سوق العمل. كيفك أنت والشاي الأخضر؟ رواء. تمام. لكل المشاهدين يلي بيحبوا الشاي الأخضر أو يلي ما بيحبوه ممكن يستفيدوا من النصائح يلي رح نقدمها والإفادة يلي بيقدمها الشاي الأخضر لصحة الجسم، للبشرة، للجهاز الهضمي، للحفاظ على الوزن أو يمكن بعض الأوقات لخسارته. خلينا نتابع معلومات أكثر. يعتقد كثيرون أن مستحضرات العناية بالبشرة ومراهم إزالة التجاعيد تحافظ على نضارة البشرة وجمالها، لكن الأمر الأكثر فعالية هو الحصول على العناصر الهامة من الغذاء لأنها تنتقل عبر الدم إلى المكان الذي يحتاجها فيه الجسم. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة ويعد فعالاً جداً للحفاظ على نضارة البشرة، ويقال أنه يحمي من السرطان ومن الأضرار التي تسببها أشعة الشمس، ويساعد في خفض الكوليسترول الضار ويقلل من أمراض القلب ومضاعفاته، كما يسرع عملية الأيض مما يساعد على خسارة الوزن. ويساعد الشاي الأخضر في الحفاظ على صحة وقوة العظام، وله خصائص مضادة للشيخوخة، فهو يعتبر من أفضل أنواع الشاي. وهلأ رح نروح يا عفاف لفقرتنا الأخيرة، فقرتنا الطبية. اليوم رح نحكي فيها عن موضوع أصبح شائع كثيراً بالفترة الأخيرة واللي هو تكيس المبايض BCO، أحد أكثر الاضطرابات شيوعاً بين النساء وأيضاً الصبايا. طبعاً المتلازمة المبيض متعدد الكيسات تختلف عن تكيس المبايض، وهناك فروق عديدة إن كان بالعلاج وإن كان أيضاً بالتشخيص. طبعاً سلمى، يمكن في بعض الأقاويل حكيت أنه ممكن تكيس المبايض يكون سبب لمنع الحمل عند السيدات، ويمكن هي المشكلة. السيدات اللي بعمر أو الصبايا اللي بعمر المراهقة والسيدات يلي بفترة الإنجاب ممكن كتير أنهم يعانوا منها، أو أوقات يمكن الهرمونات كمان تلعب دور. اليوم رح نتعرف على أعراض مشكلة تكيس أو المبيض المتعدد الكيسات وشو هي المخاطر عند وجود هذا المبيض، مع الدكتور يلي صار معنا بالاستوديو، الدكتور حسان الغاوي، اختصاصي التوليد وامراض النساء وجراحتها ايضا. صباح الخير دكتور واهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك، تكيس المبايض او BCO شو هو؟ خلينا نعرف الناس فيه اكثر. تمام. هلا في تكيس المبايض وفي كيسة المبيض. صحيح. تمام. هلا تكيس المبايض هي متلازمه يعني كذا شغله تيجي مع بعض وملتزمين مع بعض. هلا لنعرف شو هو تكيس المبايض، نعرف على الاقل الطبيعي شو هو. يعني مثلا الدوره، شو هي الدوره؟ ليش بتصير في دوره شهريه؟ الدوره الشهريه هي عباره عن انه الرحم عم بيحضر حاله كل شهر ليستقبل الجنين. وبالتالي هو بيحضر حاله، بيعمل وساده دمويه، اذا ما صار في حمل بتنزل على شكل دوره. الرحم كل شهر بيعمل هاي العمليه. المبيض شو هو؟ المبيض هو عباره عن المخزن الرئيسي للبويضات عند المرأة الحامل، يلي هي بيخلص هذا المخزن على عمر 45 ل 50 سنة، تختلف من واحدة لواحدة. والمبيض هو كمان هو المصدر الرئيسي للاستروجين اللي هو الهرمون الأنثوي، والتستوستيرون اللي هو الهرمون الذكري، حتى في هرمون ذكري عند المرأة الطبيعية اللي ما عندها تكيس مبايض، بس بكميات بتكون قليلة. هاي العملية كلها بيتحكم فيها المخ والغدة النخامية. فالغدة النخامية بتعطي إشارات للمبيض، هرمون تحضيري بيحضر الجريد اللي فيه البويضة،
بعدين باليوم 14 وقت الإباضة بتطلع كمان غدة النخامية هرمون تفجيري بفجر، بتطلع البويضة إذا كان في نطفة بتتلقح وبتنزل تقعد بالرحم. فهذا بشكل عام الطبيعي. هلا بتكيس المبايض المشكلة وين؟ المشكلة المبيض فيه زيادة إفراز هرمون التستوستيرون، هي أول مشكلة. يعني في إفراز غير طبيعي للتستوستيرون، فالتستوستيرون بيكون عالي. ثاني شغلة، الغدة النخامية عم تاخد إشارات خاطئة من قشرة المخ لتعمل عملية تحضير المبيض وتفجيره، وبالتالي عم بيكون في مشكلة بعملية الإباضة. في عندنا مشكلتين رئيسيتين، هو التستوستيرون عالي والغدة النخامية ما عم تشتغل بشكل صحيح. والمشكلة الثالثة اللي هو الإنسولين، بيكون في مقاومة للإنسولين، فبتلاقي اللي عنده تكيس مبايض غالبا عنده زيادة بالوزن. فهي المشكلة الرئيسية بتكيس المبايض. كيسة المبيض هي عبارة عن واحد من الجريبات بالمبيض اجى لينفجر وقت الإباضة، ما انفجر، عمل كيس. هذا شغلة كتير بسيطة، هذا الكيس بعد شهر شهرين يا بيطق وبينزل لحاله يا اما بيختفي. صحيح. فما أنا مشكلة هرمونية ابدا، هي مشكلة بجدار الكيس ما انفجر، عمل كيس. هذا ما في، ما بيعمل وظيفية مو هرمونية، يعني هي ما أنا تماما هي وظيفية بالضبط. فهذا كيس المبيض ما له علاقة بالهرمونات، لا بيعمل تأخر بالدورة، لا بيعمل مشاكل بالإنجاب بالحمل. ولا شيء. هذا موضوع بسيط وحلته كتير سهلة، يا بيروح لحاله يا منشيله. أما تكيس مبايض هي متلازمة كاملة، فيها ارتفاع هرمون ذكورة، فيها خربطة بالغدة النخ، يعني فيها كتير مشاكل. طيب دكتور، شو الأعراض يلي بتكون موجودة اليوم؟ تمام. هلأ نحن ما زال عرفنا شلون عم بتصير المشكلة، فصار فينا نعرف شو الأعراض. يعني مثلا ارتفاع التستوستيرون عم بيزيد عنا حب الشباب. مثلا بتلاقي هون في تساقط شعر بالجبهة مثلا، عم بيزيد الشعر بمناطق معينة. مثلا خربطة الغدة النخامية عم بتعمل خربطة بالدورة، بتلاقي الدورة متباعدة. عم بيصير في عنا مثلا الدورة ما عم تنزل خفيفة، وبتلاقي الوحدة هي مثلا عم تتجوز بعد شهرين ثلاثة أربعة، ما أنا عارفانة إنه عندها تكيس مبايض، بتجي ما عم بيصير في حمل. كمان هي واحدة من الشغلات، إنه ما عم بيصير في إباضة وبالتالي ما عم بيصير في حمل، هي واحدة من الأعراض كمان. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم، كثير من الحالات اللي بنسمع فيها بيحكوا إنه بعض الأسباب هي مو بس أسباب وظيفية، في بعض منا سمعنا أسباب نفسية. يعني بيقول لك إنه لأنه كيسة المبيض بالذات وليس متلازمة المبيض، متعدد الكيسات اللي حضرتك شرحتها. تمام. كيسة المبيض إنه أثناء الفترة اللي هي المفروض يصير فيها البويضات تنزل، إذا صار في لخبطة نفسية هي بتأثر على الهرمونات بصير كيسة المبيض. هل هذا الشيء صحيح؟ أكيد لا. الخربطة يعني أو مثلا الستريس أو الكآبة أو توتر أو هاي القصص، هي ممكن تخربط الدورة مثلا شهر أو شهرين، بس ما بتعمل خربطة دائمة بالدورة. يعني واحدة صار عندها ظرف كثير ستريس، ما بتعمل ستريس كيس مبيض؟ لا طبعا. كيس المبيض ما له علاقة. وتكيس المبايض هي مشكلة هي الأنثى خلقت فيها. يعني هي مو شغلة صارت عندها، وهي شغلة ما بتزول، يعني هي شغله موجوده بالجسم خلص، هي قاعده معها لكل حياتها. نحن بقى بنحاول نعمل لها كنترول، بس هي الفكره. بس النفسيه لا، ما بتسبب مشكله بالاباضه، ممكن تسبب خربطه بالدوره شهر شهرين، بس اكثر من هيك لا، ترجع للوضع الطبيعي. دكتور، قبل ما نسال شو هي المخاطر الموجوده عند الاصابه بتكيس المبايض او المبيض المتعدد الكيسات، خلينا نوضح الفرق الشاسع بيناتهم، خلينا نقول ونحكي عن مخاطر كل وحده. تمام. هلا مثلا كيسه المبيض، هلا خلينا نسمي وحده مبيض متعدد اكياس، وحده اسمها اكياس مبيض. كيسه المبيض هي مثل ما قلت، هي كيس طلع على المبيض. هلا هذا الكيس بشكل عام ما بيعمل مشكله هرمونيه، بس بيعمل مشكله بمكان ما هو موجود. يعني اذا كان كتير كبير ممكن ألم. مثلا ينفجر. طبعا الالم اكيد ممكن ينفجر، ينزل منه دم، ينزل منه سوائل، فنضطر مثلا نعمل عمليه نشيله. ممكن نشيل الكيس، ممكن نشيل المبيض كله. يعني هي اكثر شيء ممكن، هو قاعد على المبيض يصير في عملية انفتال للمبيض، وبالتالي ممكن هذا يقطع التروية الدموية عن المبيض فيتموت المبيض. هي مشاكل الكيسة المبيض ما له علاقة بالمشاكل الهرمونية أبدا. أما تكيس المبايض لا، مشكلتنا هرمونية تماما، ما في عنا مشكلة جراحية. نحن مشكلتنا هرمونية. يعني سواء خربطة بالدورة وشعر وبدانة وسكر، والسكر عالي، وحتى ممكن يصير معهم سكري بعض مرضى مبيض متعدد الأكياس. بس هذا مشكلة جراحية أكثر، هذا مشكلة هرمونية أكثر. يعني ما فينا نقول مثلا، يعني حتى مبيض متعدد الأكياس ما بيعمل ألم، حتى بيكون ألم الدورة أساسا خفيف، بينما الأكياس مبيض لا، هي مشكلته الرئيسية هي الألم، عشان هيك المرضى بتراجع. طيب هذا الشيء بخلينا نروح للعلاج اللي هو تمام. اكيد يختلف بين الاثنين. اكيد بنعرف كيسه المبيض انه عاده ببلشوا، وخصوصا اذا
قلنا صارت شائعة عند الصبايا كمان مو بس السيدات، فبالتالي بتتخوف من الأدوية من العلاج، تمام. بتخاف من الجراحة، أنه معقول أنا أعمل جراحة، تمام. قبل ما أكون أنا متجوزة وجايبة أولاد، هذا الشيء ممكن يأثر على الرحم أو لا، فبالتالي بيروحوا بالبداية للعلاج الدوائي اللي كلياتنا بنعرف اللي هو الأغلبية اللي هي حبوب مناعة الحمل. خلينا نحكي شوي عن العلاج والفرق بين الاثنين. تمام، هلا إذا عم نحكي على أكياس المبيض اللي هي كيسة المبيض، فما في له علاج، كيسة المبيض ما له علاج دوائي أبدا. وبعدين نحن إذا عملنا مثلا جبنا كل النسوان بكل فترة حياتهم، 90% من هالنسوان حيطلع له كيس على المبيض بفترة حياتهم. طيب شو علاجهم؟ ما علاج، بيطلع وبيروح. ما في يعني داعي تاخذ أدوية؟ أبدا. ما في أساسا دواء لا حتى نشيل كيس. لكن اللي عم يوصفوا لهم أدوية هذا لتكيف 3 شهور و6 شهور. أيوه، هذا لتكيف المبايض. اللي هي الحالة الهرمونية. يعني تكيس المبايض هي حالة هرمونية فيها خربطة بالهرمونات، نحن عم ندخل الهرمون للجسم بطريقة منتظمة، فنحن عم نحاول نضبط الهرمونات، فبنلاقي إنه الدورة انتظمت. مثلا الهرمونات بتروح الحبوب كلها. بتساعد على الشعر الزايد بخف، فهذا لا يمنع إنه هي حتحتاج أكثر من غيرها تعمل ليزر مثلا. هي حتحتاج أكثر من غيرها تعمل جلسات تنظيف بشرة. فهمتي؟ فالهرمونات هي لتكيس المبايض، يلي المشكلة قلنا من القشرة الدماغية، عم نعدل الهرمونات. كيس المبيض هي مشكلة ما فينا نعالجها، يا أما بتروح لحالة يا أما بدنا نشيلها بالجراحة، وغالبية الظن بتروح لحالة. هي اللي عم بيصير المشكلة بين المرضى، هي مشكلة جراحية، هي مشكلة هرمونية. فهمت كيف؟ هي الفرق. فهي علاجها دوائي، هي علاجها جراحي حصرا، ما في علاج ثاني للحالتين. تماما دكتور. في اشخاص بيقولوا لك ما فيهم يستغنوا عن الجيم والرياضه، تمام. وبنفس الوقت بيكون عندهم مشاكل هرمونيه او عم يعانوا من هي المشكله، بيقولوا انه الرياضه ممكن تزيد عندهم التستوستيرون او تساوي لهم خربطه، تمام. او يبعدوا عن المأكولات، بعض المأكولات بيخافوا انه كمان تساوي لهم خربطه بالهرمونات. شو صحه هذا الكلام، تمام. انه الرياضه والغذاء ممكن يساعدوا بالعلاج او الخربطه؟ اكيد اكيد. هي شوف، في واحدة من المشاكل بتكيس المبايض، هلا رح نشيل تكيس المبايض او اكياس المبيض على جنب، خلينا نحكي بمتلازمه المبيض متعدد الاكياس. الخلايا الشحميه بشكل عام بتاخذ التستوستيرون وبتعمل له استقلاب جواتها وبتطلعه على شكل استروجين او هرمون انثوي. لما عم نرفع الهرمون الأنثوي بالجسم أكثر، عم نساهم أكثر بخربطة الدورة. فنحن كل ما زودنا الكتلة الشحمية بجسم المرأة، بالتالي عم نتداخل أكثر بعملية خربطة الهرمونات. عم ناخد الذكري ونطلعه أنثوي، عم نخربط له هرمونات أكثر. فلما أنا أقول لها عملي دايت وعملي رياضة ونحفي حالك، عم نقلل الخلايا الشحمية، بالتالي نحن عم نقلل هذا التداخل بعملية الاستقلاب اللي عم بتصير. يعني نحن عم نرجع التوازن للوضع الطبيعي. كل ما زاد الشحم عم بخرب التوازن الهرمونات، أكيد كل ما ناقص الشحم عم بخف هذا، عم بيتحسن التوازن. وفي كتير عالم على الرياضة وعلى الحمية بتتحسن الحالة عندهم تماما، لدرجة انه هن ما عاد يحسوا انه موجودة، يعني حتى بترجع الدورة وبترجع الإباضة حتى. فالحمية والرياضة هن أساسيين بموضوع المبيض. داعي للخوف من هي المقولات انه ممكن يزيد؟ لا 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 اكيد لا 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 لا. الرياضه ما بتزيد التستوستيرون، كهي افراز من العضلات، لانه عم الواحد عم بيعمل جهد، طبعا. اما هو كيأثر على الهرمونات، لا بالعكس، هو عم بيحسن التوازن الهرموني بالجسم طبعا. طيب دكتور حسن، خلينا نحكي كمان عن فكره مهمه. اليوم حضرتك قلت انه اللي بيكون عنده متلازمه المبيض متعدد الكيسات، في جزء منه له علاقه بالانسولين او تماما. بالسكر. البعض بيروح لعند الدكتور بيقول له أنا نحيف، ما عندي مشكلة، تمام. وما كتير بأكل حلويات، تمام. مع هيك مثلا وصفوا لي بعض الأدوية السكري لحتى يأخذها، تمام. عم نشوف للأسف حالات تجريب عم بتصير حاليا، تمام. بالعلاج، وهذا الشيء عم بيأثر على نفسية المرضى والسيدات والبنات بشكل عام، تمام. يعني مثل ما قلت لك كتير بنات وصف لهم هاي الأدوية اللي هي بنعرف هي قديش بتخلق حالة من التوتر، تمام. من القلق، قلة النوم، اضطرابات اكتئاب، بيقولوا لك لا تحكي معاها متوترة متضايقة، كمان هذا الشيء لسه بيزيد أكثر عندها. نحكي عن الدور النفسي والشق اللي تأثير الجانبي لبعض الأدوية بهي الفترة وبعلاج هذا الحال. 100%. هلا نحن مثل ما قلنا على المبيض متعدد أكياس، نحن في عنا الهرمون الأنثوي عالي بشكل أكثر من غيره. هلا هذا الهرمون عم بيعرض بطانة الرحم لهرمون بشكل زيادة عن الطبيعي. فمع الوقت اللي عنده مبيض متعدد الأكياس، مع الوقت عنده زيادة بسيطة باحتمال إصابتها بسرطان بطانة الرحم. فأنا لما بدي أجي أعطي مريضة هرمون
لمتلازمة تنظيم متعدد الأكياس هو تجريبي فعلا مثل ما قلت. أنا بدي إلا بدك تجربيه، قدرتي تتحمليه فهذا كويس، لأنه هو حيعطيك نتائج كويسة، لأنه أول شيء حيحميك من سرطان الرحم، حيحميك من سرطان المبيض، وآخر شيء حيتحسن وجهة والحبوب والشعر وهي القصص كلها. بس بالنهاية المريضة إذا قالت لي أنا أخذت أول حبتين ثلاثة لحروح أطلع من البيت أنا ما عاد فيني لحجن، ساعتها أنا ما عاد فيني إلا تاخدي. بعرض عليها شيء ثاني، بعرض عليها اللولب الهرموني، هذا ممكن كتير يجيب نتيجة معه وتتحسن الأعراض وهي ما تحس بأي أعراض. بس هي للسيدات وليس للصبايا. أكيد طبعا للسيدات، للصبايا ما عندهم حل بهذا غير الموضوع الأدوية. غير الهرمون. بالنسبة للدواء الثاني اللي هو دواء السكر، هذا الدواء يعني أثبتت الدراسات أنه هو كتير منيح بموضوع تحسين الإباضة وتنظيم الدورة الدموية وتنزيل الوزن. يعني لما ينعطى للمرأة اللي عندها مبيض متعدد الأكياس هي حتستفيد منه كتير، بس آخر شيء إذا قالت لي أنا ما تحملته أنا عامل لي كآبة، في منهم بيعملون إسهال شديد، آخر شيء بدي إلا خلص وقفي وبدنا نحاول نعمل حمية وعجز حريرات وبدنا نحاول نروح على الرياضة، ما عاد عندنا حلول تانية كتير. صح. فهي الموضوع تجريبي، أنا بدي أعطيها وبدي إلا حتستفيد منه واحد اثنين ثلاثة، إذا ما تحملتي خلص بدك توقفي ما في عندنا حل، يعني صعب. وهي بتصير بالحمل كمان كتير، يعني ما بعطيها دواء مضاد حيوي ما بتتحمله، ما عاد عندي حل بدي غيره، في يعني في هيك ما بقدر. دكتور ذكرت انه ممكن يتطور الامر لكانسر ببطانه الرحم، طب خلينا نرجع للسبب الرئيسي لوجود هي المشكله، شو السبب الرئيسي او الجوهري اللي بيعمل مشكله تعدد الكيسات؟ تمام. السبب الجوهري مو معروف، يعني لهلا لسه في ابحاث لنعرف شو سبب المبيض متعدد الاكياس، ما حدا بيعرف. معناها ما في طرق وقايه. الطرق الوقايه نحن بنعرف شو عم بيعمل، فنحن بنحاول مثل ما قلت لك هذا الهرمون الانثوي نعاكسه بهرمون ثاني، يعني هذا الهرمون الانثوي بيجي على المستقبلات تبعه ببطانه الرحم، نحن بنعطي دواء نفس الدواء بيعمل بلوك على نفس هي المستقبلات، فهذا الهرمون الانثوي ما عاد ياثر. بس هو شو السبب الرئيسي؟ لا، بس شو بنعرف عنه؟ مثل ما قلت لك هو خربطه بقشره الدماغ، بنبضات الهرمونات اللي عم تطلع من قشره الدماغ عم بتكون النبضات اسرع من المراه العاديه، وارتفاع التستوستيرون المفرز من المبيض. بس شو السبب الرئيسي تبعه لسه ما حدا بيعرف. اكيد إيه. خلينا قبل ما نختم ناخذ هيك نصائح بتحب توجهها، وخصوصا كمان بنعرف نمط الحياه والغذاء ممكن يساهم، احيانا في مشروبات بتساعد، بعض التفاصيل الصغيره اللي هي ممكن تخفف شوي 100%. الموضوع، وحتى الحاله النفسيه اللي هي بتلعب دور كتير كبير، ودائما ندعو انه ما حدا يتمسخر على السيدة أو الصبية بهي الحالة، لأنه أكيد هي تصرفاتها خارجة عن إرادتها 100%. هلأ بالنسبة للمتلازمة المبيض متعدد الأكياس، الشغلة مهمة كثير أنه نحن عندنا 25-30% من النسوان عندهم هي المتلازمة. الشغلة الثانية لازم تعرفها اللي عندها هي القصة، أنه هي القصة ما لها علاج، يعني هي ما فينا تروح لعند دكتور إلا رح أعطيك دواء يروح لك الأكياس وخلص بيخلص من الموضوع. تاخذي دواء بتروح الاكياس، بتوقفي الدواء بدها ترجع الاكياس، بدها تتاقلم، خلص هي بدها تتاقلم على لايف ستايل معين مع هذا، مع هي المشكله اللي هي فيها. بالنسبه لموضوع الانجاب، هو هذا الموضوع المزعج اكثر شيء، هو بيصيب تقريبا فينا نقول 50-60% من المبيض متعدد الاكياس. بس الفكره وين؟ الفكره انه نحن بنعرف السبب، وبالتالي العلاج موجود واسهل، بنساعد نعرف امتى الاباضه، بنعطيها تحريض اباضه، يعني في مجال للعلاج بتخفض هي النسبه كثير. مو مثل مثلا اثنين جايين وما مثلا عم بيصير عنده ضعف انجاب وما بنعرف شو السبب، هي صراحه صعبه كثير. اما نحن بنعرف شو عندك السبب فنحن بنعالجه. الفكره كلها انه ما يعني لازم الوحده اللي عندها مبيض متعدد الاكياس تفهم انه هذا مرض مدى الحياه، مثل السكر نعمل له كنترول بيكون تمام، بنفلت عنه شوي بدنا نشوف اعراضه، مثل السكر بتاخذ الانسولين ورياضه وحميه بينتظم السكر، وقفنا الانسولين وقفنا الرياضه وقفنا الحميه بيصير السكر بيطلع وبينزل. فهي بدها تتاقلم مع انه هذا موجود معي كل حياتي، انا بدي استشير الطبيب وهو شو بيساعدني وانا بلتزم تعليماته. صحيح. اكيد بالختام بدنا نتمنى السلامه وكل الصحه لكل المشاهدين وللصبايا والسيدات اللي عم يعانوا من هي المشكله. شكرا لك دكتور، شكرا لوجودك معنا، كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها.
شكرا لك سلمى وبقية نهار حلو لك. بالعادة أنا بختم قبلك، رح خليك تختمي قبلي. شكرا لك عفاف ولكل يلي تابعونا، وأكيد مثل العادة دائما بنتمنى نكون قدمنا الفائدة ونكون ضيوف خفاف لطاف على طبعا صباحكم ببيوتكم وين ما كنتوا عم تحضرونا. ومثل العادة اللي ما قدر يشوفنا على شاشة التلفزيون بيقدر يحضر مقتطفات بتنزل على صفحة الإخبارية السورية. لا تنسوا تراسلونا لأي معلومات أو فقرات بتحبوا تكون ضمن صباحاتنا مع ضيوفنا الاختصاصيين. تضلوا بخير، اكيد نهايه اسبوع بنتمنى لكم اياها مليئه بالراحه والسعاده، وبعده شوي عن الشوب لانه هي الايام الجايه رح ترتفع فيها درجات الحراره. انا اسفه على هذا الخبر المزعج بس هذا الواقع. انا طلعت في هذا الواقع. شكرا على النصيحه وعلى الخبر. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه. مثل العاده بدي اوصيكم كونوا بخير من هون لبكره وكل الايام يلي جايه، ان كنتوا لحالكم او مع الاشخاص يلي بتحبوها. ديروا بالكم من الشمس. باي باي. باي باي.